قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن عبد الله بن الدانج أو الداناج عن حضين قال: عن حضين قال: شهد على الوليد بن عقبة عند عثمان أنه شرب الخمر، فكلم علي عثمان فيه، فقال: دونك ابن عمك فاجلد. فقال: قم يا حسن. فقال: ما لك ولهذا ولهذا غيرك؟ فقال: بل عجزت ووهنت وضعفت، قم يا عبد الله بن جعفر. فجلده وعد علي بن أبي طالب، فلما كمل 40 قال: حسبك. قال: أمسك، حسبك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وكملها عمر. قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت عليا فقالت: إني زنيت. فقال: لعلك رأيت في منامك، لعلك استكرهت. أشوف أصلا بيحاول أن يردها. هنا ولي الأمر الذي يفعله في هذا الباب أنها أراد أن يردها عما هي فيه، هي تريد أن يقام على حد خلاه. نعم. كم أسعدتني محمد فرحات، الله 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 يكمل بك الطريق ويسعدك ويستعملك ولا يستبدلك ويجعلك نصرا للدين. فانظر هنا ولي الأمر، تأتي المرأة تقول له زنيت، ده يأخذها على ذلك ويأخذ عنها ذلك لمآرب، بل هو يريد يردها ويريد لا يقيم عليها الحد، ويريد يقول: بينك وبين ربك أنت ما فعلتي، لعلك غيرة، لعلك رأيت في منامك، لعلك استكرهت، وكل ذلك تقول لا. فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة على أساس المنهج الذي كان يتبناه من الجمع بين الجلد والرجم. قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شهدت عليا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق 3 أيام. هنا الحديث الأول عندما أوتي بعقبة ابن أبي معيط صلى بالناس 4 الفجر مخمورا، فقال: أزيدكم؟ قالوا: ما زلنا معك في زيادة. فرفع أمره إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فأمر برجمه، أمر عليا برجمه، علي أمر الحسن برجمه، فقال: يتولى حارها من تولى قارها. فقال له علي بن أبي طالب: بل عجزت وهنت وضعفت يا عبد الله بن جعفر، قم. فقام عبد الله بن جعفر، فقال: اجلده. وعد علي بن أبي طالب 1 2 3 4 حتى وصل 40، قال: أمسك. جلد رسول الله 40، وجلد أبو بكر 40، وكمل عمر 80. طبعا عمر أصلا كان أيضا جلد 40، لكن استشرى شرب الخمر في الناس، فاستشار عمر بن الخطاب الناس، فقالوا وأشاروا عليه، قالوا: إنه إذا شرب، وعلي هو الذي أشار إليه كعثمان عبد الرحمن بن عوف، إنه إذا شرب هزي، وإذا هزي افترى، وحد المفتري 80، فحده 80. لكن علي بن أبي طالب قال: الأولى والأحرى ألا نتعدى ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه جلد 40. والحق أن أيضا هناك خلاف في الخمر، هل هو حد أم لا؟ والصحيح أن الخمر له حد، وحده أن يجلده 40. أما حديث روحة الهمدانية التي جاءت اعترفت بالزنا، عجيب جدا، اعترفت بالزنا، ما أخذها ليعيرها ولي الأمر؟ يعني ما أخذها ليعيرها على معصيتها وعلى زناها، ولا اشتد عليها وضغط عليها في هذه المعصية، بل أراد أن يستر عليها، وأرادها أن تستر على نفسها. فقال لها: لعلك غيرت، لعلك استكرهت، لعلك رأيت في المنام فحسبت أنك زنيت. وهي تقول لا لا. وهذا أيضا يؤخذ منه أن ولي الأمر أو القاضي له أن يرد المعترف المقر ليرجع عن إقراره، وهو قال ذلك. هو قال لماعز رضي الله عنه وأرضاه، قال له ذلك، قال له: شربت الخمرة، استنكهوه. وقال له: أتعرف ما الزنا؟ ثم قال له: أبيك جنون؟ كل ذلك يريد أن يرده من أجل ألا
ألا يعترف ويقر على نفسه فيقام عليه الحد. حتى قال لهزال، يعني هزال ما عيره، هزال قال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطهرك، يعني يقيم عليك الحد ويطهرك. هو سمع الكلام وحسب أنه لا يقتل، ولذلك قال هزال خدعني، ما قال لي أنه سيقتل، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلني. فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلتها، لعلك فأخذت، يعني وفي كل ذلك يريد يرده، ولي الأمر له أن يلقنه ليرد. لكن قال له تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم أنكتها، حتى قال له نعم، فقام على الحد. حتى بعدما رجموا هرب وفر، بعضهم أدركه بلحى جمل فقتله. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم معاتبا: هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فشريح المدنية أصرت فأقام عليه الحد. لكن علي بن أبي طالب كان يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا منسوخ، لأن النبي قال: واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. وعلي بن أبي طالب سيدنا حب يعمل الاثنين، يأخذ بالاثنين صحيح؟ هو أخذ بالاثنين، لأن الحديث جاء والثيب بالثيب الجلد 100 والرجم، لكن ده منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الجلد والرجم من ماعز. وأيضا في حديث أنيس: واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، فما قال اجلدها ثم ارجمها. فهنا علي بن أبي طالب كأنه لم يدرك النسخ. وفي الحديث الثالث أن علي بن أبي طالب، هذا حديث أيضا إسناده صحيح رجال الشيخين، حديث شهدت عليه سمعته، قال سمعت رسول الله سمع نهى أن يمسك أحد نسكه، إسناده صحيح رجال الشيخين أيضا، نهى أن يمسك أحد نسكه شيئا فوق ثلاث، يعني لا يدخر فوق ثلاث. وكان ذلك له علة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، حيث قال: بأبي هو وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي. كان هذا من أجل الدافة، المدينة كان فيها فقر، كان هذا من أجل الدافة. الآن كلوا واهدوا وادخروا، الآن كلوا واهدوا وادخروا. فكان الإمساك من أجل الحالة التي تمر بها المدينة من الفقر ومن الحاجة، فقال: ما أحد يدخر، الكل يخرج ما عنده من الأضاحي حتى يكتفي أهل الإسلام. فهذا أيضا منسوخ. الفوائد المستنبطة: إثبات النسخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ، فعلي بن أبي طالب هنا لم يصله النسخ في الجمع بين الجد والرجم. على ولي الأمر تلقين المقر يرجع عن إقراره. الراجح في الخمر الحد، وفيها جواز وكالة ولي الأمر لمن يقيم الحد، لأن الحد منوط، خمر الحد منوط بولي الأمر، له أن يوكل غيره بإقامة الحد. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.